أوصاف حياة معينة. ودائما الشخص الذي يحتاج إلى أولاد هو الشخص الذي يحتاج إلى أولاد فهو يفرح بأولاده، أما الله سبحانه وتعالى فهو غني عن الأولاد. Ja, man freut sich über den Kindern. Allah ist reich, doch er braucht so nicht. Und er braucht so nicht. Gar nicht. Und der ist ein Sohn Gottes. Dann hätte Allah nicht nur einen Sohn gehabt, sondern mehrere Söhne. ولو كان هناك إله غير الله سبحانه وتعالى كان لا يمكن أن يثير الكون، فإذا كان الذي يتحكم في الكون أكثر من إله، هذا يريد أن يموت فلان، هذا يريد أن يعيش، هذا يريد الشجرة هذا ينتمر، هذا يريد هذا ينتمر، من يشي كلام؟ والله سبحانه وتعالى لأنه الذي خلقنا ورزقنا وهو الذي يحيي ويميت هو الذي يستحق أننا نقوم بالعبادات له ولا نقوم بها سوى. لذلك نلاحظ أن عدد الذين يدخلون في الدين الحق الذي هو يعبد فيه الله سبحانه وتعالى فقط وحده لا شريك له هم أكثر من الذين يخرجون. وتلاحظ كذلك الصلاة عند النصارى مرة واحدة في الأسبوع وعدد الحضور في الكنيسة قليل، نحن الصلاة عندنا خمس مرات يوميا وبالمسجد يعني. Und das ist auch bei zum Beispiel den Christen, die haben ein Gebet, was sie innerhalb der Woche machen und die Kirche nicht so wollen. Sie haben fünf Gebete. Großartig, das Maschinen sind immer voll. وكذلك إذا نظرت وجدت أن هناك أعداد كبيرة من النصارى والقساوسة يدخلون في الإسلام، لكن ما في ولا داعي إسلامي أو عالم دخل في النصارى.